لكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوالكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اختي الناس اللي كيعرفوني مزيان والناس اللي متبعيني من زمان من قديم لاشين الاولى وحتى الناس اللي قرب ليا غادي يعرفوا يشوفوا فيا واحد التغيير في الطياره. ما عرفتش واش غتعرفوا ولا لا. المهم الناس اللي يعرفوا يقولوا لي في كومونتير. اللي عرفوا قبل غير شافوني قالوا سمر اكتبوها في الكومونتير. والناس اللي ما داو ما جابوا اختي انا غنقول لكم من بعد واحد التغيير تغيير تغيير جذري انا فرحانه به حيت انا خدمت عليه. واخا صراحه ما كنخدمش عليه زعما بدنيا مزيان ولكن المهم باغا هذا التغيير هذا بزاف. كيف ما شفتوا اليوم فقت في الصباح اختي وتوحشت طوموبيلتي يلا جات داها ليا بابا البنات. عرفتوا باباكم اللي كيهز لكم الطوموبيل البنت كتكون طوموبيل البنت كيهزها الاب عرفتي كي تيردها حالتها باقيه خصني ندير لافاج ولا شي حاجه ولا مسحها من الداخل. ومع ان فيا الحساسيه كيخصني كل نهار الا طلعت ليها خصني نبقى نمسح الغبره حيت كنبدا نعطس. ولكن لافونتاج زوين هو ان بابا تيطيح الفلوس وقت ما طلعت الطوموبيل من ورا تلقى الفلوس طايحين. والله تنوريكم البنات شوفوا الفلوس فين طايحين. هادشي راه غير اللي شفت اللي ما شفتش راه ما نعرف تحت الكوزان ما عرفت شنو كاين. المهم داكشي غير اللي شفت بقيت كنموت بالضحك حيت بابا كيجلس وبابا تبارك الله غليظ راكم كتعرفوه. الناس اللي ما كيعرفوش يوسف المهور دخلوا عند اختي لاشين راه غني عن التعريف كتعرفوا يوسف المهور تبارك الله عنده واحد الطحشه يعني ملي تيجلس كيدفق. المهم هما البنات هادشي كامل اليوم ان شاء الله. انا جيت سميتو ناخذ غير شي حاجه خليتها فيها وغادي نمشيو لاصال كاملين. كيف ما شفتوني راني اون فورم ضربه الحيطه د لاصال غنمشيو اختي نتريني. وصراحه الله نورمالمون ما خصنيش نفطر في الدار ولكن فطرت ولكن خديت زعما غير تيزان ديال الضعف هذيك نيت اتاي الشاي الاخضر كيضاعف وخديت واحد ثلاثه ديال لي بسكوي ديال الزرع زرع بير نيت ويعني وما فيهش سكر بزاف راه وريت لكم في الفيديو زوين البنات هذاك اللي لقيتو خذوه والثمن ديالو زوين حتى هو. المهم البنات غنمشيو دابا لاصال اختي نسخنوا العضله اللي خلاوها موليها نسخنوا شي شويه ونخدموا هكا حركات شويه. المهم نضرب واحد ساعه ونص هكاك في لاصال عاد ديك الساعه نجي ونشوف شنو غندير معكم. المهم مرحبا بكم اختي في هاد الفيديو الجديده اللي ان شاء الله غادي تكون داي ويد مي يعني غدوزوا معايا هاد النهار ان شاء الله. غدوزوه معايا شنو ما درت فيه غنوريكم وصافي هادشي اللي كاين. المهم بقاو معايا اختي ما تنسيش الا كنتي مازال ما درتيش اختي ابوني اولا خويا مازال ما درتيش ابوني ديرها راه غتستافد من هنا لقدام ان شاء الله باقي جاي الخير. ولا ما كنتيش دايره لايك حتى هي ديريها كنلقى هاد القضيه بزاف عندي لا فيديو فيهم دي فيو زعما مزيانين ولكن لي لايك ما كاينينش. اختي علاش ما كديروش لايك امسي ميما المسموم علاش ما كديروش لايك ديروا لي لايك وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم وصافي على بركه الله يلا نبداو. البنات دابا ملي دخلت اختي من لاصا ما نقولش لكم واحد العرقه واعره درت تقريبا ساعه الله ربع ديال الكارديو ما خدمتش كاع لي ماشين حيت باقي فيه شويه قطع اللحم. خدمت غير الكارديو وعلى الشعبي عرفتوا ملي كديري الشعبي وكدير الكارديو كتولي تهيتي في بلاصتك. صافي دابا غادي ناخذ واحد البنانه حيت باقي الغدا شويه بعيد وضروري خصني ناكل من مرا العصا. المهم البنات اهم 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 وجبه اللي كنسمع بزاف لي كوتش كيهضروا عليها تيقولوا هي من مرا العصا لا بالنسبه للضعف لا بالنسبه للبنات اللي باغي يغلط. انا خديت بنانه غير حتى تيقولوا مزيان فيه بوتاسيوم فيه المغنيسيوم بزاف فيه بوتاسيوم كيساعدك انك ما تعصبيش بزاف الحوايج وصافي انا خذ بنينه
وها نتوما معايا وغنمشي ندوش يا رب، نمشي نضربها بواحد التدويشه. حطيت تدويشه ضربته بواحد التدويشه بالزربه. المهم غير حيدت العرق ديال لاصال وداك الشيء، ما غسلتش شعري حيت ديجا كنت يلا غسلته. صافي البنات دابا غادي نلبس حويجاتي وغادي نمشي نتغدى، وغنقول لكم واحد المشكل حتى هو عندي في الغدا ملي كنجي من لاصال نهار الجمعه. اكسسوار ديالنا اليوم الجمعه وحيد يا ريتا، واخا واخا الجمعه ومشيت لاصال ولكن غناكل كسكس ماشي مشكل. انا كل فيه غير الخضره بزاف. صافي ايوا صافي اخوتي تغدينا، وما نقولش لكم واخا انا كسكس عزيز عليا صراحه الله، ومع الجمعه كنلقى مشكل مع الريجيم، كنقول كيفاش غادي ندير، خصني نكون ناقصه الملحه وخاصني نقص حتى الكونتيتي، وراكم الكسكس عارف انت يكون مالح وعاد الكونتيتي تبارك الله وكالف كسكسو. ما نقولش لكم انا كسكسو من بين زعما الشهيوات اللي عزاز عليا، وكنبقى ناكل في القصريه كنتسالم انا واللي قدامي ضروري فهمتوا، كناكل فيه بزاف يعني. دابا مع الريجيم جاني صعيب باش نحيدو، ولكن زعما صافا يعني نقصت غير من الكميه ديال الكسكسو، وكناكل غير الخضره فهمتوا صافي، والدجاج عادي يعني ما حرمتش راسي منه كناكل. يعني شنو اللي بنقص لكم الريجيم شي الكوتش اولا الاستراتيجيه اللي كتبعوا ديال الريجيم اللي تشوفوا راسكم فيها غادي تحرموا من الماكله وتحرموا من داكشي اللي كتبغيو، عرفوه راه ما ريجيم ما حتى حاجه وما غاديش تكملوا فيه، لان اون فوا كتطلعوا يعني مجهدين كتلاشيو دغيا. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات، بالنسبه للبنات اللي كيديروا الريجيم سواء الضعف سواء الغل، هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي البنات دابا لقيتوني غادي نخرج انا وماما ومالي الدار، غادي نمشيو لسلا جديده وصافي، غادي نمشيو دابا نوض نلبس حويجاتي وتشوفوا الميكاب اللي غنديروا داكشي كامل، بقاو معايا. دابا غادي ندير ميكاب خفيف ديال ديما، راني لبست حوايجي وصافي حيت معطله بزاف، كيف قلت لكم غندير ميكاب خفيف. ديجا درت مرطب لوجهي وغادي ندير هاد التيستور غادي يلاه غنجربو ديال بريتي باي فلورمار، عطاوه ليا ملي كنت درت داك لا كوموند وصدق زوين، ودابا غادي نجربو. هو غير بيبي كريم يعني خفيف او ميم طون فيه الاس بي اف فهمتوا، غنجربو على وجهي واش غادي نشوف واش يدرق شي حاجه هاكا. ها هو الميكاب اللي درت، نتوما كيف ما كتشوفوني ديما راه كندير ميكاب نيود وكنديرو خفيف يعني ما كيبانش راني دايراه، قال لي غير العكر. بغيت نشارك معكم هذا العكر، هذا غزال كنت خديته من صراحه ما خديتوش، كان جاني غير كادو، كان جاتني باك ديالو من عند واحد السيد اختي هذا اللي في المانيا. كان واحد السيد في المانيا متتبع ديال بابا، عنده كيبيع هادشي لي برودوي كوزميتيك، وصيفط لي مسكين باك ديال هاد ميبيلين الاوريجينال هاد لي تيستور ديالها، وصيفط لي مسكين ديال لوغيال حتى هما. المهم طلع صدقوا فنين. صافي دابا قلت نطلع الطوموبيل عاد نعكر حيت ماما زرباتني، كيجي زوين. فقط ديري لي غير تخازاش من الجناب كيجي خطير. نوريكم البنات واحد المرايه عندي تموت وبالضحك، شوفوا فحال ديال السواق هي اللي عندي كنشريها كيتلفوا ليا، هي نورمالمون خصني ندير تراساج. ولكن انا هانتوما البنات شفتوا كيفاش كيجي في الفم، وغنزيد عليه هذا ديال تكنيك زويون حتى هو في الاحمر، غادي غير نفتحو شي شويه من الداخل حيت ما كيعجبنيش عاوتاني هذا النيود بزاف كيبين ليا فمي بحال ديال المسمومات. غندير لي غير هكا شتو دا ميلونج خفيف كيجي زوين. ايوا صافي البنات شوفوا حلو بغيت لكم، ها هو الميلونج اللي قلت لكم شفتوا كيفاش كيجي زويون. صافي دابا غادي نشد اختي الطريق نمشيو نوصلهم ان شاء الله، وغادي نرجع حتى انا مازال خدامه بالليل، ما يصلحش نبقى معاهم تما. صافي غادي نوصلهم ونرجع ديك الساعه. المهم ها انتوا معايا ادوغا دير القصه ديال دوغا وعام شويه ناري هرسي دقدقي لا ردي البال واش تسد هاي بالك انت في سميتو واش كيطلع ليا في ليكرون، ولكن بعد ما رات ندوز كونتاكت عاد تطلع. ويلي نتوما مالكم عاد لا هو خفيفه سامر هو خفيف، انت راه كديريها لا اختي انا بشويه تنسدو الله يرحم باك ويلي دو مال مع البيبان، هاي زدح اي زدحوا فيهم هاي المرايه
انت دابا كتصوري استغفر الله سناني الهرات هو يديها كنمشي ندير لهم تبيع البنات دابا خدامه كتعاير لينا عيالنا كنسدحوا ليها البيبان كتسدحوا ليا البيبان اويلي خايفه على هاد البتيبانه ديالها شتي بتيبانه وافتاخير اويلي بتيبانه تيشريو البتيبانات انا قصيوره قصيوره بحالي ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات المهم هانتوما معنا اختي ديري لايك ديري لايك اختي وبارطاجي لنا الفيديو شوفوا البو ديالي لبس راه عريان راه صافي راه حنا تنحشمو صافي وصلنا انا خدوم ديما واحد المره ديما كنخدموا من ولي شوفوا العكر ديما الله الله يسهل لك اختي رغيفه الزرعه هذا غزال ام خامر الزرعه شحال كتبيع الدريه هذه الساعه هاد المره اللي كتبيع الخيمر داك الشيء فن من جهه المعرض جو عندها مسكينه شجعوها والله الا كتبيع داك الشيء غزال دابا يقولوا لي الله يسهل عليك واش غيتم جاتكم شحال دوغه جات بحال دوغه هذيك القصه اللي دارت قوقه نوال برقو كون غير برف فيديو شوفي اختي شوفوا شدوا لي رجالاتكم شدوا لي رجال عندها شي 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 اب تبهي با ضحك مالك شوف شنو كيزوا عرفتي هادو ملي قلتي لك النهار بغيتهم خصنا نكونوا في خصنا نكونوا في افران افران طياره شوفي الطياره هادو ديال البرد كيكسخن الودنين فاسكم سمر كتحشم تهز التليفون قدام الناس اه ما كنحشم شويه اه والله حتى كتحشم ايه اختي وري اختي دخلت داك الفيديو شوفي اه شوفوا شوفوا واش قالت لك قالت لك تفرك ليا بهذه ديال الحلفه ديال ديال الماعن ولكن دايرين بحال ديال الصابون كيف كيفاش البلاصه حيت كاينين شي ناس كيلبسوا البلاصه فراسك عمركم شفتوهم ماما انا والله بعد ما كنمشي للحمام كنلقى العيالات جابت لي ديك الحلفه ديال الماعن تيديروا بها صابون ديال والله العظيم اقسم بالله وما كتحشمش تقول لك دوزي هذا نشري هذاك الشيء ديال السكين كير انا شفتي هذه هذيك مزيانه شويه انتوما حنا طالعين ماما شاريه الكومير ماما كتشهي الكومير المغرب حيت ما عندهمش تما بزاف الكومير بحال هذا لا ما عندهم كومير داك الاخر لا كاين ولكن شكل اخر شكل اخر ماشي بحال هذا المغرب ما كاينش بحال ما كاينش بحال كي جاتك السلسله الجديده زوين زوينه شحال ما شتيها حسيت واحد جيراننا شتي ايوا حنا طالعين البنات نديرو كسكروت فوق ان شاء الله في الدار البنات انا دخلت دابا للدار نوريكم شنو خديت من عندك من الماكياج خديت دابا انا البنات كيطوالوا لي الظفار وما ما كنركبش بزاف قليل زعما اللي كنركب ظفار في حياتي كامله ولكن دابا شفتو مازال ما طوالوش وانا باغاهم مواقفه عليهم محتاجه نركبهم صافي وبنت خالتي مع سبيسياليت في الظفار مشيت معاها مشات معايا باش خديت هذا الشيء خديت هذا الظفار هادو وخديت هذا غير كلينيك ديال الطوموبيل وخديت صباغه باش نصبغهم خديت هذا ديال ما ديال تمارك فيلا بغيت نقولوا عرفتي بحال بحال فلوغمار داكشي حيت انا صحاب لي فلوغمار فلوغمار مدرحه زعما هادي هاد اللوين هذا زويون وخديت باش نليميهم حيت ما خليهمش نفس الفورمه خديت هذا وديجا عندي واحد في الدار حتى هادو دغيا سبحان الله كي تيكونوا جوج طابل دغيا كي كيحفاو صافي وخديت واحد باش نحيد لي بوان نوار هاد هاد عفتو هذا ديال لي بوان نوار صافي ولاكول ديال الظفار هادشي اللي كاين هادشي اللي خدينا ياك صافي هادشي اللي خدينا دابا غادي نرجع للدار حيت مازال خدامه وصلتهم وغادي نرجع انا وبنت خالتي وقيلا نمشي للخدمه عاد نرجع نركبهم وما عرفتش فوقاش غنركبهم المهم الا ركبتهم هانتوما معايا اختي البنات انا وقفني دابا غادي للدار وصلتهم وصافي غادي نمشيو من تما غنمشي للخدمه حيت خدامه عرفتوا ما كرهت تبقى معاهم انا كتعجبني هي ساجده البنات ولفتها الناس ديال اللي عارفين زعما هنايا راه غيعرفوا سلا جديده واعره 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 نقيه وزوينه ودابا كاع ملي تصلحات ولا فيها ما نقولش ليكم لا ريستو كي دايرين والقهاوي داك الشيء فن دابا رجعت انا وبغيت رجعت معايا غتكونسني في الطريق وصافي غادي نمشي نتا للخدمه ما بقى عندي ما يدار نهاري قرب يسالي الخدمه كنبقى فيها من 7 حتى ل 10 صافي العشرة كنجي غنهضر معاكم ديك الساعه نشوف الا كنت غندير شي حاجه نتعشى بها خفيفه حيت ما درتش كاسكروب غادي نشاركها معاكم اه وحتى غير تفكراتني الضفار وغادي نصوب حتى الضفار حتى بالمية غير صافي نصوب حتى الضفيرات اللي قلت لكم خديتهم قبيله وصافي وانتم معانا اختي صافي البنات دابا حنا يلا وصلنا للدار وصافي دابا غادي قالت لي غيتا ما حد باقي الحال جو نركب لك الضفار ما حد باقي الحال حيت في الليل ما يبقاش ليا الوقت المهم غنوريكم كيفاش كتصاوبهم ليا هانتوما هاد الضفار خديناهم هما وداك الكولا هاد الكولا تعاودوا اه بغيتو تاخذوا هاد الضفار اللي مكتوبه فيها اكزوتيك انا نقول لكم علاش
اولا كتلقاي الفورمه ديالها طويله ياكو، يعني تقدري تلعبي الفورمه اللي بغيتي، بغيتي فورمه قصيره، بغيتي فورمه كيف ما بغيتي تلعبيها، حتى بغيتي تلعبي ديك الفورمه ديال هكا ديال بارغيه تكون مبروده من جناب تخليها غير هكا على قد هاد الطول هذا وتخدميها غير دابا تقطعي شويه من هنايا. اما الاخرين كيتهرسوا دغيا، ما ماشي كيسون دي كيتهرسوا دغيا، ولكن كتلقاي الفورمه ديال واحد الدوم قدهم. ها نمشي للفارك توري من الفارك انتما شوفوا هي راه صافا راه نفس هذه انا نجيب لكم داك ديال حتى هي اكزوتيك بحال هذه نيشان. وهاد الكولاس اللي قالت لي زوينه هي كتدير بها كتصاوب بها بزاف حيت هي ديما كتركب الضفار عارفه فهمتوا مجربات الكولات صافي. وهادي لا سيتو انا باش غادي نمسحو الضفار وخديت هاد الصبيغ هاد اللوين جاني زوين زعما شتوي. والمهم اختو ها نتوما هاد الفريق قبل وتسناو مني تصاوبهم ليا. ها هي الشيء كتاخد البكيه ديالي القديمه اللي صايبتي القديمه اللي كندير فيها غير داك الشيء الشياط حيت سالات ليك. وعاوتاني هاد الكولا هادي حتى هاداك الكولا مي غاز لا بحال هادي صراحه طلع، ولكن جي شوفي هادي 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 زوينه حسن هادي شنو نقول لك كتلصق حسن افيكاس افيكاس بطلع ما تحيدوش. والمهم البنات ها نتوما معانا انا غنصاوبهم وفي الاخر نوريكم الريزولتا فينال. ها نتوما البنات ها الفورمه اللي دارت لي غيتا، انا هاد الفورمه كتعجبني حيت انا ما كنخليش الضفاري طوال ما كنطولهمش بزاف، ولكن ملي كنتشهاهم كنبغيهم طوال. شفتوا الفورمه كيفاش دايره ها نتوما فورمه زويونه ها كيفاش كانوا، شفتوهم كيفاش كانوا فورمتهم العاديه وها كيفاش رداتهم هي فورمه فنه كتعجبني انا. ايوا ها نتوما خيت الضفيرات ها هما كيفاش جاوا شفتوا جاوا زوينين انا عجبوني بعدا جاوا اللون ديالهم زوين حتى داك الصباغه اللي خديت غزاله. الريجيم بها غادي نصاوب غير واحد الصالاد انا صوبتها اباز ديال الزرع غندير فيها الزرع كتصاوبو ماما نهار ملي كتكون هكا دايرين الجمعه كسكسو كدير حتى الزرع كسكسو ديال الزرع صافي. غادي ناخذ منه واحد شي شويه وغندير معاه لافوكا وماطيشه وشويه البصله وغنصاوب لا فينيغريت اللي درت فيها الخل غندير فيها شويه الخل وشويه ديال لاموطارد غير شويه غير باش نسم صافي شويه ديال الملح وشويه البزار يعني داكشي كله منه شويه شويه وشويه ديال الزيت البلديه باش غادي نجمع داكشي كامل وصافي. دابا انا بديت كنصاوب الصالاد شفتوا ها هي درت هنا شفتوا درت مطيشه وهذاك لافوكا وصافي والبصله. دابا غادي ناخذ غير شي شويه من هذا المايونيز صراحه ماشي مايونيز هذا موطارد صراحه غير بغيت نديرو ما هو ما عنده حتى شي فائده ما غنديروش صافي بلاش ما نديروش حيت ما عنده حتى شي فائده غير غادي يخسر ليا المذاقات صافي. غندير شويه ديال الخل ومليحه فين الملحه فينك يا الملحه فينك يا الملحه فينك ها هي مليحه ندير شي شويه ديال الملحه غير باش تبنن لينا وزويته بلديه ولا هي الروميه ديال انا كتعجبني زيت البلديه ف سورتو هكا كتكون شي حاجه ديال فيها الفائده صافي. شويه ديال البزار غندير شويه ديال البزار بزار هذا حيت البزار يبان لي كثيرا كيعجبني البزار انا صافي. اختي غادي نتعشاو صحيا 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 نورمالمون كل ما كنت كندير ريجيم ويلي كنت غندير فيها ها نتوما شوفوا عرفتي راها بنينه وصحيه. كل ما كنت كندير ريجيم غندير فيها المايونيز وندير فيها المايونيز وندير فيها ولكن دابا غنوريها لكم. ايوا ها انت اختي ها السلطه ديالنا. الناس اللي ما كيبغوش بصله ما يديروهاش ولكن انا كتعجبني كتبنن صافي. درت فيها غير شي شويه الخل ومليحه وبزار صافي هادشي اللي كاين. ندوقها معكم غندوقها معكم البنات هاي
عرفتو غير ميلونج ديال ماتيشا مع لافوكا والزرع جا خطير والبسطات هي جات واعره. صافي البنات دابا غادي نمشي نتعشى نمشي نتعشى صافي هادشي اللي غندير غنمشي نتعشى ونمسح مكياج من وجهي صافي كنت دايره ماسكارا غنحيد حتى من وجهي صافي وغادي نمشي نصلي بلوطو العشاء باقي ليا العشاء مصليتوش صافي ونعس هكا دوزت النهار ديالي. كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا شويه خرجتوا ضحكتوا معايا شويه هادشي اللي كاين. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ديري لايك سبسكرايب وبارطاجي لا فيديو مع صحابكم وصحباتكم. غون بيزو.